السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة الجزيرة مباشر. نحن الآن في أحد المناطق التي تضررت بسبب الفيضانات والسيول، حيث نتواجد في منطقة جليز التابعة لمديرية ميدان وردك التي تبعد عن العاصمة الأفغانية 80 كيلومترا. هذه المنطقة يعني كما تشاهدون أثار الدمار والخراب الحقيقة بسبب الفيضانات. نحاول أن نكشف لكم حجم الدمار، حجم الخسائر التي لاحقت في هذه المنطقة، وسيكون معنا سيكون معنا ضيف هو أحد المسؤولين في أحد المؤسسات الخيرية، وسيكشف لنا عن عدد القتلى والجرحى والمفقودين كذلك في هذه المنطقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ نريد أن تعطي لنا أخي الكريم عن كيفية المساعدات في هذه المنطقة، وتذكر لنا حجم الخسائر والقتلى في هذه المنطقة. نعم، في هذه المنطقة في نفس القرية تشلسنغ تابعة لمديرية الجليز بمحافظة ميدان وردك، هنا قبل 3 أيام جاءت سيول وفيضانات، وفي هذه نفس البيت الذي نحن الآن 23 واحد توفي هنا، و 3 أشخاص آخرين في البيت الآخر. نعم، حوالي 26 واحد توفي وأصل الفيضانات هنا في هذه المنطقة. في هذه المنطقة في نفس المنطقة 26 شخص حتى الآن. نعم، وواحد من الأطفال حتى الآن هو مفقود يعني. مفقود نعم، و25 واحد هم جرحوا بنسبة الفيضانات وهم في الآن في مستشفى، و25 بيت دمرت تماما بالكامل يعني. بالكاملها دمرت، وقرية كمان قرية أخرى تقريبا تضررت. ممكن تذكر لنا يعني كيف المساعدات هنا في هذه المنطقة وكيف كانت الاستجابة؟ من أول يوم نحن جئنا، وعندما رأيناه يعني حاجة الناس، لأنه ما عندهم بيت ولا بقوا شيء، نحن بدأنا يعيشون في العراء يعني ما ليس لديهم خيام أو كذا. نعم، نحن بدأنا بالمساعدة، طبخنا لهم طعام. طعام جاهز؟ جاهز، نحن بدأنا منذ 3-4 أيام، واليوم كان الحمد لله لكل متضرري القرية 40 أسرة السلال الغذائية، تم التوزيع على 40 أسر السلال الغذائية تقريبا في كانوا، وكل تقريبا 8 إيتمز ويعني في مواد يعني مواد في لكل أسرة. جميل. وكيف كانت يعني بالنسبة لإدارة الكوارث هنا، الإدارة الحكومية كيف استجابت لل؟ نعم، وصلوا الحمد لله حكومة والإدارات الحكومية ما زال موجودين هم، وفي مؤسسات أخرى، ولكن بالنسبة لحاجاتهم الأولية تقريبا جاءوا به الناس والمؤسسات، ولكن هم بحاجة إلى ماء الشرب وال ما شرب نظيف للشرب تقصد يعني؟ نعم نظيف للشرب، لأنه دمرت العيون وال تقصد يعني هناك يعني مشاكل يعني المياه الصحية لا توجد هنا؟ لا توجد الآن بالنسبة لهذا الفيضانات، يعني دمرت كل شيء يعني، وبالنسبة لهم يعني بيوت، هم الناس بحاجة لبيوت ما تعرفون يعني ما عندهم. نشاهد نحن نشاهد الآن الناس كما ذكرت الآن البيت مدمر بالكامل. نعم يعني. نعم تقريبا 25 بيت دمرت يعني بشكل كامل. بشكل كامل وليس صحيح الآن لسكن هنا. كم مرة حتى الآن يعني من السيول يعني تقريبا 5 أيام 7 أيام فيضانات أقصد؟ نعم مرتين، جاء هذا من 4 أيام تقريبا، من اليوم يوم رابع من فيضانات، أول الحملة جاءت، وثاني يوم كمان كان جاءت فيضانات. وعدد القتلى ذكرت يعني تقريبا في 26
26 26 في نفس هذه. والمفقودين؟ مفقودين واحد. واحد. واحدة فقدت أطلع. إذا مشاهدينا الكرام، المتحدث اسمك؟ رحمة الله. رحمة الله هو أحد المسؤولين في الذين يعملون في مجال الإغاثة في هذه المنطقة، و قالنا بأن عمليات الانتشال قد انتهت، صحيح؟ يعني عملية تقريبا تقريبا انتهت، والآن هم بدأوا في توزيع المساعدات وتجهيز الأغذية الجاهزة للأسر المتضررة. إذن يعني نذهب ونحاول أن نذهب أكثر، ندخل في داخل هذا البيوت ونشاهد حجم الدمار، أيضا حجم يعني تتكشف لنا حقيقة كم يعني حجم الخسائر التي لاحقت بالعائلات والأهالي هنا. ممكن تحكي لنا أخي تحويض يعني عن هذا البيت؟ هل كان ممكن تذكر لنا من كانوا يعيشون؟ كانوا يعيشون فيه 26 واحد، فيه أسرتين أو ثلاث أسر، نعم، وماتوا في غرفة هذه. ممكن تقول لنا أيضا نشاهد منسوب المياه كذلك عالية جدا؟ نعم، حتى وصلوا إلى سقف البيت. نعم. هذا المنزل كان يعني تكون من طابقين، ليس كذلك؟ نعم، طابقين، ولكن الطابق التحتاني ملأ السفلي. السفلي، نعم. سمعنا أن هناك طفل كذلك علق في السقف، هذا صحيح؟ نعم. يعني بسبب ال 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 نعم نعم، بسبب المياه. منسوب المياه، نعم. جميل. ممكن نمشي، كيف تم يعني سمعنا ان هناك منفذ من النافذه تم يعني اخراج الجثث؟ نعم. وهل هذا صحيح؟ ممكن تشرح لنا المكان؟ نعم نعم، قالوا لنا هذا المنفذ، من هذا المنفذ هم اخرجوا الجثث الذين توفوا. تقصد من هذا المنفذ؟ نعم من هذا المنفذ. يعني إذن مشاهدي الكرام، حجم دمار كبير يعني، وكما تحدث المتحدث هنا اسمه توحيد يار. ممكن تقول لنا ماذا؟ نعم، الأخ يقول هنا توفى عموه وابن عموه في ذاك الغرفة، في هذا المنزل يعني. نعم. في هذا الغرفة. في هذا الغرفة. نعم نعم. إذا في هذا البيت قلت لنا يعني مات تقريبا 23 شخصا. نعم شخصا في هذا البيت، والبيت المجاور 3 أشخاص. نعم. إذا حجم، إذا نحاول نخرج من هذا المكان. إذا تشاهدون كما تشاهدون مشاهدي قناة الجزيرة مباشر، نحن الآن في جولة نرصد من خلالها آثار الدمار وحجم الخسائر التي لاحقت بالأهالي هنا. نحن في أحد المنازل التي تضررت بسبب الفيضانات والسيول هنا في منطقة جريز التابعة لولاية ميدان وردك. طيب ممكن تحدثنا أكثر عن الصور نشاهدها؟ طبعا دمار كبير يعني. دمار كبير يعني، طبعا دمار كبير كما تشوفون يعني. تتكشف لنا الآن. نعم تقريبا هنا كان سطح الماء 4 أمتار تقريبا يعني. تقصد؟ نعم نعم. نعم وكما تشاهدون هذا المنزل السفلي ملأ بالماء. بالماء نعم. جرفته السيول والفيضانات. نعم. إذا ممكن نذهب أخي الكريم، ممكن نذهب إلى السطح أيضا؟ ممكن. إذا الآن نحن في أحد أسطح المنزل الذي كما ذكر لنا المتحدث بأنه أيضا يعني تم غرقت بالماء، صحيح؟ تشرح لنا الماء، منسوب المياه كبير يعني. نعم نعم كبير يعني، هذا تشاهدون الآن يعني من هنا. هناك مواشي كما سمعنا. نعم نعم مواشي والأبقار وكلها والأغنام للناس. نعم.
خلاص. السيل كيف جاءك مرتشح لنا اخي الكريم؟ جاء من هذا الوادي، السيل كان من قبل كان يمشي على طريق هناك، ولكن هذه الدفعه كان يعني فجأة يعني. فجأة ولأول مرة سمعت أنا قبل يعني لم يحدث بهذا بهذا الشكل يعني. لا لم، نحن تكلمنا مع هذا أهالي المنطقة، هم قالوا منذ 50 سنة ما رأينا، لم يحدث مثل هكذا. طيب ممكن نذهب إلى الخيام الموجودة التي تم تجهيزها من قبل مؤسستكم، نريد أن نلقي نرصد. نحن فقط نحن نوزع لهم وجبة الغداء ووجبة العشاء في خيام، ولكن بالنسبة للخيام ممكن العائلات يسكنون فيها. يسكنون ممكن نذهب، ممكن تقول لنا بالنسبة للمؤسسات الدولية هنا أين هم؟ هل هم يوجد، هل استجابوا لتقديم المساعدات للمتضررين؟ هم جاءوا فقط مسؤولون الأمن، هم اليوم للمؤسسات يونسف جاء اليوم والآن غير موجودين، فقط هم يرسلون هذا الماء الشرب فقط، وفيه مسؤولين حكومة هم فقط جاءوا من إدارة الكوارث، تقصد من هيئة إدارة الكوارث الوطنية؟ الوطنية جاءوا أول يوم، لأنه كان فرق الدفاع المدني، الدفاع المدني جاءوا بجرافات وبالنسبة لفتحوا الطرق، لأنه كانت الطرق مغلقة كلها بسبب الفيضانات والسيول. نعم، والآن في مؤسسات نحن وفي مؤسسات أخرى، وكمان جاء أحد المستشفيات فريق منهم لعلاج المرضى. جميل جميل. إذا أخي الكريم نشكرك على هذه الفرصة، ونتمنى الشفاء العاجل، ونترحم على الموتى. أمين، بارك الله فيكم وأكرمكم الله. شكرا لك. إذا يعني مشاهدين الكرام، إذا نستمر في الجولة، في جولتنا في المنطقة أو التي تعرضت للفيضانات والسيول. طبعا نشاهد الصور، حجم الدمار، حجم الكارثة، يعني إذا تتكشف حقيقة الصورة أكثر. طبعا نريد أن نقول بأن يعني المتحدث قال بأن فرق الإنقاذ التابعة للحكومة الأفغانية قامت بجهودها في انتشال الجثث وإخراج العالقين المفقودين جراء الفيضانات في هذه المنطقة. إذن مشاهدين الكرام، كان لدينا جولة حقيقة في هذه في أحد المناطق التي تعرضت، وحاولنا أن نرصد لكم جانبا من مما خلفته هذه الفيضانات هنا في منطقة جلريز التابعة لولاية ميدان وردك.